شو يعني سيرفيلانس؟ حدا سامع بهي الكلمة؟ مراقبة. أيوة مراقبة أو رصد أو هيك. هلأ هاي المادة مفروض إنه أنا أعطيتها بالإبيديميولوجي ده صيفي سنة ثالثة طالعين رابعة ما؟ بس أعطيتها بالتفصيل. هلأ أنا حاطيكم كمان حول عامة لأنه هي مفروض يعني ثلاث أجزاء زي السكرينينج. أعطيتهم كمان بالصيفي سكرين بالسيرفيلانس بس كانوا بالتفصيل. هلا انتم حتاخذوا بشكل عام. طيب انتبهوا على التعريف. اول شيء عندنا السيرفيلانس هو ongoing systematic collection analysis interpretation and dissemination of data. شو يعني ongoing؟ مستمر. شوفوا الترتيب. انا بعمل يا شباب حطوا سؤال التليفون. بعمل collection بجمع الداتا بعدين شو بعمل؟ analysis بحللها بعدين interpretation بفسرها بعدين dissemination بوزعها. بوزعها على مين؟ على الناس اللي بتهمهم هاي المعلومات، المسؤولين مثلا في الصحه، المسؤولين في المنظمات، صانعي القرار، الستيك هولدرز، هذول كلهم بتهمهم هاي المعلومات. ليش؟ شو الهدف؟ خلينا نكمل. regarding a health related event for use in public health action. هذا هو الهدف. نحن معناته عن أي مشكلة صحية عن أي حدث نعمل تجميع للمعلومات وتحليل وبعدين تفسير وبعدين توزيع حتى نعمل أكشن. شو يعني أكشن؟ إنه نقوم أي شيء. شو ممكن يكون الأكشن؟ ممكن prevention، control، ممكن إشي immediate، ممكن إشي مش immediate على long term. بالضبط. ممكن vaccine، ممكن program، ممكن نغير policy، ممكن إشي بده لا immediate أكشن، إنه نتصرف بسرعة، فحسب شو أنا عندي، حسب شو المشكلة. طبعاً كل الهدف عندنا دائماً إنه to reduce morbidity and mortality. نقلل إيش؟ المرضى والوفيات. هلأ حطينا هدول عشان تنتبهوا كيف بدكم تحفظوهم بالترتيب، تمام؟ طبعاً هو عملية مستمرة للكولكشن. Analysis. Analysis كيف؟ إنه بنحلل البيانات يا بنحطها بتيبلز يا بالتشارتس يا غيره، نطلع فيها بتفسير interpretation. كيف بفسرها؟ بحكي والله مثلا عندي نسبة حدوث الإسهالات هالقد، نسبة فقر الدم عندي هالقد، تمام؟ أو بحكي عندي البريفلنس عالي من هاي المشكلة أو الإنسيدنس عالي من هاي المشكلة، هيك بفسرها. بعدين بعملها dissemination يعني بعمل ريبورت تقرير فيها وبنشره وبوزعه للشخص اللي بيهمه. طيب link to public health practice او action انه انا هاي كلياتها هدفنا نعمل action. يعني مثلا هون بحكي لنا عندنا مشكله مثل شو؟ خلينا نحكي مشكله، اخر مشكله صارت الكورونا، فنحن كيف بدنا نمشي بالتسلسل؟ شو المشكله كانت عندنا؟ شو السبب؟ طب صارت عندنا حالات نحن كثير وانتشرت من الكورونا، نحن اولها ما كنا عارفين شو هو، صح؟ كان عباره عن التهاب رئوي او تلف التنفس، وبعدين صارت الامور تزيد وصارت تنتشر، ونحن بعدين عرفنا شو السبب، انه كان مثلا الكوفيد، شو كان بعدين؟ شو سوينا؟ شو اقترحنا نعمل؟ ايش هو؟ كورنتين. عملنا ايزوليشن، عملنا كارانتين، صح؟ عملنا عزل للمرضى وحجر للهيلثي بيبل، وبعدين فكرنا نعمل فاكسينيشن. هاو دو يو دو ات؟ كيف عملنا الفاكسينيشن؟ عملنا حملات تطعيم، مزبوط، وحاولنا نقنع الناس انهم كلهم ياخذوا المطعوم، خاصه الناس اللي عندها مثلا كان امراض مزمنه او نقص في المناعه او غيره، وحاولنا اكبر قدر من الامكان انه نخلي الناس كلها تتطعم. عرفتوا كيف نمشي؟ طيب نحكي مثال ثاني. مثلا عندنا الملاريا، لقينا انه حالات الملاريا عم تنتشر عندنا في الاغوار او في الاردن او غيره. هلا شو السبب؟ شو السبب؟ مثلا موسكيتو. موسكيتو طبعا موسكيتو بوجود ايش؟ المياه الراكده والمستنقعات، لانه هناك بتتاثر. طيب what works or how do you do what شو بتفكر نعمل الاكشن تاعنا؟ شو بنعمل مثلا؟ شو رايكم الاكشن اللي يكون؟
انا خلينا نحكي على السيرفيت. انا برصد، شو يعني برصد؟ براقب. انا كل يوم عم بسجل حالات. شوف كيف يعني رصد. انا كل يوم بسجل حالات، بوصل لاخر الشهر بحط انه صار عندي في هذا الشهر حالات حلقتها، برد بكمل الرصد، المتابعه، المراقبه، بين معي انه هذا الشهر عدد الحالات كثير. عم بكمل بالرصد بلاقي انه عم يزيد اكثر واكثر. فمعناته انا السيرفيلنس شو اعطاني؟ اعطاني داتا بينت انه عندي مشكله، بدي اعمل عليها اكشن. شو ممكن انا اعمل اميديت اكشن؟ قلل مياه الراكد. شيء بسيط، ارش، صح؟ ارش الناموس، اقتل الناموس، كل ذا موسكيتوز. الفيكتور، تخلصنا من الفيكتور. عرفتوا كيف؟ هذا هو الرصد. طبعا لما مش انا بس والله رشيت وخلصت من قلت خلص خلصت هيني قعدت، بدي اتابع ايش؟ الرصد. بده يضل الرصد مستمر، عشان هيك شو اسمه؟ أنجوني. تمام؟ ما بوقف، حتى بالكورونا لما كنا نطعم ونعمل ايزوليشن ونعالج ومش عارف شو، كنا بعدين ايش؟ كنا نوقف الرصد، كنا نضل نتابع. طيب هلا عندنا هون الهدف العام، الهدف العام تاع السيرفيلنس تو بروفايد اكشنبل هيلث انفورميشن تو بابليك هيلث ستاف او حكينا ستيك هولدرز او اي حدا، عشان نعمل اكشن زي بوليسي او بروجرامز. تمام؟ حدا عنده مثال يحكي لنا مثلا ايش بروجرام؟ شو عندنا مشكله ممكن نعمل عليها بروجرام؟ ايش عندكم بالكم؟ مشكله ممكن اعمل عليها بروجرام. ايش مثلا الناس خلينا نحكي كثير هلا منتشر او موجود يعني خاصه عند كبار السن، السكري والضغط، صح؟ نعتبر انه هاي عندنا مشكله. هلا في فكره شباب، عندنا نحن دائما رصد مش بس للامراض الانفكشنز والامراض الساريه، كمان لغير الساريه اللي هي الامراض المزمنه. يعني نحن لما كنا بالاختصاص كنا نطلع على المراكز نحكي لهم بدكم تبلغونا كل يوم، كل يوم تجيكم حاله، كل يوم تجيكم حاله ضغط او سكري بدكم تسجلوها وتبعثوا لنا على التاب. كان كل واحد، كل هيلث كير بروفايدر عنده تاب يسجل ويبعث باخر الدوام شو عنده. هذا شو اسمه؟ رصد، صح؟ هو اول باول عم بيعمل داتا كولكشن، عم ببين عنده شو الحالات وببعث لنا اياها اول باول، نحن عم نخزنها عندنا على الداتا. تمام؟ فطيب نحن عم نلاقي بالرصد المستمر انه الحالات عندنا عم بتزيد. شو ممكن اعمل اكشن؟ شو اعمل؟ ايش رايك؟ تمام. شو ممكن البروجرام تفكروا فيه مثلا؟ ايش ممكن اعمل؟ توعيه. توعيه مثلا، برنامج توعوي عن مرض الضغط والسكري انشره. هو دائما عادي مش مشكله، بنحاول احنا بس نعمل علينا. بس هلا على فكره عم بيزيد الوعي اكثر بوجود ايش؟ اخذتوه قبل لجان صحه المجتمع، مش حكينا عنه؟ بيجوا ناس عم نعمل محاضرات هلا لكل الفئات الموجوده باي منطقه، بنحاول نعمل محاضرات توعويه، نجيب عادي الناس من عامه الشعب الموجودين بالمنطقه، تفضلوا تعالوا عندنا محاضره. اللي بيقدر يجي بيجي. في هيك شغلات هلا عم بصير في يعني زياده عليها خاصه بالمراكز الصحيه الشامله. طيب عملنا لهم برنامج توعوي، ايش كمان ممكن نعمل؟ برنامج ايش؟ سكرين. هم عندهم خلص سكرين، ما فيش سكرين، نحن شخصناهم انهم عندهم ضغط وسكري. هلا ممكن نعمل برنامج تغذوي. تغذية، صح؟ نوديهم مع اخصائي التغذية زي ما حكينا قبل، انه نحن نحاول نعمل بروجرام. اول شيء نعمل مبادرة، اي شيء مثلا نحكي بدنا نعين اخصائيين تغذية عندنا بالمراكز. بده يكون هدول عندنا اخصائيين تغذية يا شباب خصوصي للامراض الضغط والسكري، يعني اللي بتشخص هيك ضغط او سكري بدي اوديه مباشر على التغذيه، هذا يعطيه نظام غذائي لمرضه. هاي بروجرام. تمام؟ معناته انا لما عرفت شو عندي حاولت اني اعمل ايش؟ اكشن، صح؟ طيب نيجي هون هلا سبيسيفيك جولز. انا شو بعمل؟ بالرصد وي اسس البابليك هيلث ستيتس. كيف انا بقيم الحاله الصحيه عندي؟ كيف انا بقيمها؟ انا اجت لي داتا، كيف بقيمها؟ بعد ما افسر النتائج شو بحكي؟ انه والله عندي بريفلنس عالي،
انه معدل الانتشار عالي او الانسيدنس معدل الاصابه عالي، صح ولا لا؟ هيك انا بكون عملت اسسمنت. طيب تريجر بابليك هيلث اكشن، خلينا نحكي مثلا نحكي امثله على الاطفال. انا يا صبايا شباب ركزوا معي، عم بشوف عم بلاقي انه السكيل راش عندي عم بتزيد، حالات الحصبه او الجدر عندي عم بتزيد، هذا يستدعي انه يكون عندي انا اكشن ميتنج، صح؟ احكي يا زلمه في شيء؟ طيب ديفاين بابليك هيلث بريورتيز، على المثال اللي حكيناه شو البريورتيز؟ الاولويات، صح؟ الاطفال، انا عندي مشكله عم بلاقي انه نسبه فقر الدم عم بتزيد مع الايام، عم بتزيد عندي انا فقر الدم عند الاطفال، وبرضه عندي مشكله بواجهها انه عم بتزيد حالات الجدري. شو رايكم مين له بريورتي؟ اكثر من الوضعين، بس مين له بريورتي؟ مين له اولويه اني اعمل له اكشن؟ الايميديت اكشن للايش؟ اللي عندهم حالات جدري وحصوا غير، لان هاي ممكن هاي بتاثر على حياتهم بشكل مباشر، اما فقر الدم لو تاخرنا شوي مش مشكله، صح؟ بدنا بروجرام وبدنا نعالج الموضوع، بس في شيء اسمه ايميديت اكشن، صح؟ طيب رابع شيء ايفالويت بروجرامز، كيف انا بسوي ايفالويشن؟ بشوف انه هل البرنامج اللي عملته تبعون لمرضى الضغط والسكري جاب نتيجه؟ كيف بدي استدل هذا الشيء؟ بعمل اسسمنت مره ثانيه، هاي زي حلقه بتكون، بعمل اسسمنت بشوف هل البريفلنس قل عندي؟ هل الانسيدنس قلت عندي؟ صح؟ انا هيك بكون عملت ايفالويشن. طيب معناته شوفوا كيف انا هاي علمت عليها النقطة Trigger Public Health Action، ونحن بالعادة نختصر كل تعريف السيرفيلنس بكلمتين مهمات هما Information for Action. شو يعني؟ معلومات عشان نعمل Action، تمام؟ هلا هذا زي نفس الحكي اللي شرحناه قبل كله موجود هون، بنحكي مثلا trigger public health action، do we need to act immediately by conducting an investigation؟ شو بدنا نعمل؟ شو immediate action تاعنا؟ بدنا نعمل اجراء فوري، بدنا نعمل policy، بدنا مثلا هون spraying mosquitoes زي ما حكينا بمثال الملاريا الى اخره. هلا وحكينا بما انه السيرفيلنس هو عباره عن معلومات، نعمل داتا كولكشن وغيره ونفسرها عشان نعمل اكشن، فاختصرناها بشو؟ الاحمر information for action. طيب هلا رديت حكيت هاي البروسيس تاعت الهيلث سيرفيلانس، بدكم تحفظوهم بالترتيب، وعدتهم مره ثانيه عشان تشوفوا انه الموضوع مهم. نحن اول شيء عندنا لازم يكون انفورميشن بعدين اكشن، ما بصير نتصرف او نحكي يلا خلينا نروح نعمل نغير السياسه الصحيه او نعمل برنامج وانا مش عارفه شو عندي داتا ولا عارفه شو عندي. يعني مثلا انا رايحه ارش الناموس، طيب شو الوضع عندنا؟ قديش الملاريا؟ قديش البريفلنس؟ بدنا تكون عندنا معلومات دقيقه حتى نحن نتخذ ايش الاكشن، تمام؟ بدنا مثلا نحاول ندخل مطعوم جديد زي مطعوم شو اسمه هيباتيتس اي، دخلناه نحن على البرنامج. طيب شو عندنا الوضع؟ المناطق هاي قديش عندنا حالات؟ نلاقي انه البريفلنس عالي، فقلنا لازم ندخل المطعوم، تمام؟ فهاي الاكشن نحن بنعملها بناء على السيرفيلنس. هلا داتا سورسز بشكل عام، من وين طب نحن بنجيب داتا؟ من وين قاعدين بنلمها؟ في اكثر من سورس، في اكثر من مصدر، ممكن تكون نوتيفايبل ديزيزز الامراض المبلغ عنها، وفي جروبين، في عندنا جروب A وجروب B حتاخذوهم بعدين بالتفصيل او بعرفش اذا مروا عليكم. جروب A هي الامراض التي يجب انه نبلغ عنها بشكل فوري، تمام؟ يعني حاله واحده تعتبر ايش؟ مشكله اوت بريك، اللي هي جائحه، صح؟ زي مثلا بوليو مايلاديش للاطفال، هاي حاله واحده تعتبر مشكله. ففي عندنا جروب A وعندنا جروب B، طبعا حسب الاهميه تقسمين. هلا السيرفيلنس كله بانواعه، الرصد، في عندنا رصد سنتلر حنحكي هلا عنه، عندنا رصد من المختبر انه تجينا حالات، داتا من المختبر، فحوصات،
في عندنا رصد بيئي مثلا زي عن تلوث المي او الهواء او غيره. سيرفيز انه هي عباره عن دراسات، اي كروس سكشن ستدي ممكن احنا ناخذ منها داتا. فايتال ريكوردز السجلات الحيويه، او عندنا مثلا داتا موجوده لدائره الاحوال المدنيه، الريجستريز السجلات الموجوده مثلا بوزاره الصحه، قديش عندنا مرضى سرطان، قديش عندنا مرضى كارديوفاسكولار ديزيزز او ريسبيرتوري ديزيزز، هاي كلياتها موجوده بالريجستريز. تمام، معلومات جاهزه. سكندري داتا درستوها المحاضره تاعت الداتا؟ لا في محاضره الداتا. طيب بس تشوفوا محاضره الداتا بتفهموا شو بحكي. هلا في عندنا امراض برضه هاي رح تاخذوها مفروض الماده بالببليك هيلث. ببليك هيلث انتم بتاخذوها الصيفي صح؟ طيب هلا في امراض لازم تبلغ عنها. في شيء اسمه عندنا الانترناشونال هيلث ريجوليشنز، هي هاي عباره عن لوائح صحيه دوليه. يعني اجت الدول تقريبا 194 دوله اتفقوا انه في عندنا مجموعه امراض لازم تبلغ عنها، تمام، حتى نحن نحاول نسيطر عليها ونمنع من انتشارها. مثل شو؟ طبعا حكينا هي الامراض رح تكون جروب A، كل الحالات سمول بوكس، بوليوميلايتس، السارس او الكورونا، الكوليرا، كل هدول الهيموراجيك فيفر زي الريفت فالي، اليلو فيفر، اي شيء بيعمل عندنا انترناشونال هيلث كونسيرن، اي شيء بشكل خطر عندنا بشكل على العالم كله، هاي لازم الامراض يجب التبليغ عنها. رح تحفظوها بعدين بالتفصيل لما تاخذوا مجموعه الامراض جروب A او B، بس هدول لازم تعرفوهم. هلا بنحكي اخر موضوع عندنا بالسيرفيلنس، انواع السيرفيلنس ايش هي؟ عندنا اربع انواع: باسيف، اكتيف، سنتينل، وسندروم. نحكي هلا عن كل واحد فيها. هلا لما احكي اول شيء خلينا نحكي عن باسيف والاكتيف. اعتبروا انه انا الهيلث ديبارتمنت، انا المسؤوله عن الصحه او انا وزاره الصحه او اي منظمه صحيه اللي هو. انا بالباسيف انا بكون قاعده مكاني مرتاحه بستنى الناس تعطيني ايش؟ ريبورتس. انا قاعده ما بعملش شيء. الناس الكلينيشنز الاطباء التمريض اي حدا مستشفى من عياده ببعث لي الداتا. تمام؟ ببعث التقارير الجاهزه اللي عندي، انا ما بعمل شيء. فهي عباره اذا عن ايش؟ بروفايدر انشيتد، يعني الاطباء او اي هيلث كير بروفايدر هو اللي بوصل لي الريبورت. يوجوالي ادكوت فور مونيتورنج ترندز، هي بالعاده هاي منيحه حتى انا لما هلا لم الداتا عندي انا بحللها، عندي مثلا فريق بحلل الداتا، بعرف انا شو اتجاهات المرض مثلا دياري الاسهالات، بعرف انا لوين واصله، هل انا ماشي بشكل طبيعي ولا صار عندي ارتفاع فجاه بالترند. شو يعني ترند؟ اتجاه المرض. تمام، يعني هلا شوفوا نحن كل مرض بدنا له ترند. فانا بالعاده مثلا عندي انا من السنوات السابقه بكون مبين شو الوضع الطبيعي عندي. طبعا هم بيحسبوها في افرج لها معدل وسط بين السنوات. فانا مثلا عندي خلينا نحكي التي بي السل، عندي هيك الترند ماشي هيك، اذا لقيت انه ارتفع لفوق او رد مش عارفه شو صار معناته عندي مشكله صح. نفس الشيء خلينا نحكي الدياريا الاسهالات، عندي برضه الترند ماشي هيك بشكل طبيعي فرضا، او انه عامل منحنى صغير او كبير اللي هو، اذا بلاقي صار عندي بيك بالترند معناته انا عندي مشكله صح؟ فمعناته هون انا شو؟ بفيدني هذا الباسيف سيرفيلنس اني اعرف شو اتجاهات المرض. فزي ما حكيت لكم انا الهيلث ديبارتمنت قاعده مرتاحه بيجيني التقارير اللي عندي. اما بالاكتف لا، انا بدي اشتغل. أنا الديبارتمنت أنا بدي أشتغل. طب شو هم الأشياء اللي أنا لازم أشتغل عليها؟ الأمراض المهمة أو إلها زي ما نحكي public health concern زي SARS أو الكورونا. هلا أنا صار عندنا حالات كورونا، شو بدي أقعد أستناهم يعطوني التقارير؟ بدي أنا يا بزور المستشفيات أو العيادات أو بحكي معهم على الآلية التليفون، أحكي لهم شو وضع الحالات عندكم؟ في قديش كل يوم ممكن احكي معهم كل يوم انه قديش صار عدد الحالات، او كل اسبوع كم صار عدد الحالات. انا بدي اروح اتقصه على الموضوع. تمام، هيك انا بكون عملت اكتف سيرفيلنس. طب نشوف السلايد شو بيحكي.
هاي passive means the physician takes the initiative to send in the report. يعني الطبيب أو أي حد healthcare provider هو اللي بيبعث التقرير. The health department sits back in his chair and waits for reports to be sent. يعني بتضل قاعد مرتاح واستنى من التقارير تجي. هذا أكثر إشي موجود عندنا most common time. يعني نحن لما كنا مثلا بالوزاره بوزاره الصحه بالمديريات او غيره نحن كنا نستنى الريبورت تيجي عندنا لانه ما كان عندنا احداث صحيه تصير. هلا مثلا حدث صحي صار هلا حاليا او سمعتوا فيه ايش هو اخر شيء؟ سمعتوا عن حمله التطعيم اللي كانت تصير؟ على شو؟ حسبه صح؟ طب انا صار عندي حالات حسبه صار عندي حالات حسبه بدي اقعد استنى توصل لي تقارير ولا بدي اقوم انا اتحرك واسال واتابع واتقصى؟ استنى بدي اتقصى صح؟ بدي احكي مع المراكز، بدي احكي مع الاطباء، احكي مع العيادات، احكي لهم بدكم تتابعوا المرضى وتتابعوا المخالطين وتشوفوا لي قديش عدد الحالات حتصير حتزيد او لا، وبدكم تحكوا لي كل يوم قديش صارت عدد الحالات. تمام؟ هذا اسمه active surveillance. أنا عم بتقصى عن الحالات المرضية شو خالطت؟ تذكروا أنتوا قصة المخالط ومش مخالط بالكورونا نفس الشيء. مين خالط هذا الشخص؟ مين خالط؟ بدي أتابع المخالط أشوف قديش صارت عندي حالات، أنا هون بكون عملت active surveillance. فهون عندنا الأكتف هو diseases for special interest أو خلال زي ما حكينا outbreak the health department solicits reports from healthcare providers. يعني هو بيطلب التقارير منهم سواء بزيارة أو calling the clinicians, the physician practices إلى آخره حتى يسأل شو صار بالمرض. طيب هلا من خلال الريبورت هذا اللي شايفينه شو ممكن تلاحظوا؟ هلا عندكم مثلا هيباتيتس بالضبط شو لاحظتوا على الأرقام؟ إنه الأكثر شو ماله؟ أرقامه أعلى. يعني شوفوا هيباتيتس ميزلز روبيلا اللي هو دائما بنلاقي انه بالاكتف سيرفيلنس بنلاقي الحالات اكثر معناتها هي مالها اكثر دقه واكثر مصداقيه ولو انها اكثر ايش؟ افورت صح؟ حتغلبني انا رح اقوم اتقصى واحكي تليفونات وازور العيادات واشوف انه بس اذا الاكتف سيرفيلنس هو الطابع على سيرفيلنس ريشيو معناها انه تحشي المرض سواء كان هيباتيتس ولا ميزلز ولا روبيلا انت ما طلعت عريش ما طلعتليش العريش انت شفت لي نمبر اوف كيسز سيريك نوتيشن بتاكد اكثر صح؟ انا هالديزيز انه في طفل بديز في عندي مشكله صح؟ بالضبط في عندنا مشكله هلا بحكي لك ليش هلا بنحكي انت بتقولي ليش انا بدي اسالكم لسه السؤال ما هو عم بتزيد هلا نحن خلينا نحكي نفس المرض نفس المرض لا مش عم بتزيد الحالات هي بس شو الفرق؟ انه الناس مش عم تبلغني. ليش؟ في اندر ريبورتنج دائما عندنا، الناس بتتكاسل انها تبلغ. او ناس ما بتعرف وفي ناس ما بتعرف تبلغ. وفي ناس ما عندها نولج، صح؟ صح. فانا هذا اللي بدي احكيه. من فترة كانوا بيناقشوا انه ليش الاصابات بالكورونا كانت على اقل من الغرب بنفس الوقع. فكان السبب اذا شفته اندر ريبورتنج هاي مشكلتنا انا هذا بدي اوصلكم اياه انه بنلاقي الحالات ما تغيرت هي هاي نفسها هون هذا بنفس الوقت هم بنفس الوقت تابعوا اجاهم تقرير اجاهم اللي عندهم على المديريه مثلا او على المنظمه 27 حاله بس لما طلعوا يستكشفوا لقوا انها 78 حاله مثلا ليش؟ لان عندنا اندر ريبورتنج للاسف دائما عندنا بالباسف دائما عندنا اندر ريبورتنج سواء تكاسل او انه ما في نولج او بيعرفوا شيء يبلغوا او ما بعرف شو بس دائما مين بيحكي؟ زي السكري كثير ناس ما عندهم ما بيعرفوا مثلا ما بيعرفوا او ممكن انه هو سجل الاصابه في المركز بس هذاك ما بلغنا انا لما كنت اطلع على مراكز واشوف التبليغ عن الامراض المزمنه الاقي انه في عن جد حالات ما عم يبلغون عنها طب ليه؟ ما في وقت مرضى كثير مش عارفه شو عرفتوا نحن تعبانين اخر الدوام بدنا نروح هاي المشاكل موجوده ما ححكي انه ما يعني ما بلومهم مش دائما بلومهم
بحكي لك عنا مرضى كتير في أزمة مش فاضيين نحن يا دوب نشوف المريض وهذا أو كمان أبعث لكم إنه في عنا حالة يعني هاي المشاكل كانت موجودة كتير بحالات التبليغ تمام؟ هو كل حالة تجيبه في كل يوم بيبلغوك كفاية يبلغوك عن حالات جديدة بس بالضبط هم يعني فوق على حالات جديدة في كل يوم حالات كل يوم حالات جديدة في حالات في نحن بدنا الحالات الجديدة الحالات القديمة بصير لها متابعة بس كل يوم بتوصلنا شغلات حتى أي شيء بالريسبيرتوري سيستم بالسي أو بي دي الأزمة مثلا في حالات أزمة كانت تيجي لازم يبلغوا عنها حالات روماتيزم لازم يبلغوا عنها كلها كرونيك ديزيزز طيب هلا عشان نشرح السنتينل سيرفيلانس بس اشرح لكم هذا السلايد في شيء اسمه عندنا بوبوليشن بيز سيرفيلانس شو يعني بوبوليشن بيز اللي هو الرصد اللي بناخده من كل البوبوليشن يعني من كل مكان تمام سواء عيادات خاصه عيادات حكوميه مستشفيات اي مكان بالبوبوليشن بالجنرال بوبوليشن يعتبر سيرفيلانس بوبوليشن بيز سيرفيلانس اللي هو tends to be طبعا هو بما انه من population فهو شو بده يكون representative للpopulation حيكون بيمثل population بشكل اكثر من غيره تمام increase potential for detection of rare diseases يعني انا ممكن مثلا يكون عندي rare diseases مش مبين معي واكتشفه مثلا زي امراض ال FMF والويلسون ديزيز وهي الشغلات هاي مش كثيره موجوده بس انا بالpopulation based surveillance لما ألف كل مكان عندي بالpopulation ممكن ألاقي هاي الأمراض موجودة تمام؟ هلأ شو الفرق بينها وبين اللي وراها؟ السنتينل اللي شوفه عشان تفهموه أنا باخذ مستشفيات معينة تمام؟ يعني مثلاً عندي بعمان باخذ مثلاً عندي أكثر إيش مستشفى فيها الناس بتيجي الحكومية خلينا نحكي البشير تمام؟ الشمال باخذ كمان مستشفى الناس بتيجي عليها كثير زي او بديعه او مش عارفه شو والجنوب نفس الشيء باخذ المستشفيات الاكثر شيء الناس بتيجي عليها باخذ من مثلا الشمال الوسط والجنوب من هون مستشفى من هون مستشفى من هون مستشفى شو بعمل مثلا بدي اتابع حالات الانفلونزا بعمل رصد بس من هاي المستشفيات انا ما تابعت مكان ثاني ما رحت على عيادات ولا رحت على مراكز صحيه اخذت الناس اللي عم بيجوا على المستشفيات عملت لهم الفحوصات عرفت كم حاله عندي تقريبا انفلونزا قمت بس طلعت بالحالات عممت انه هذا الاصابه موجوده مثلا عندي خلينا نحكي 20% نسبه الاصابه وحكيت انه انا عندي بالمملكه كلها 20% نسبه الاصابه من انفلونزا عرفتوا هذا هو السنتينل سيرفيلانس هلا هو مش بشكل كافي انه ممثل للبوبوليشن بس انا بعمم أنا بالسنتينل سيرفيلانس طبعا هو هذا مفيد لأمراض معينة هلا حنشوف الشروط تاعته ما لا هلا هو مش هو هاي كواليتي داتا بس ايش ما بنقدر نعتبره ممثل زي البوبوليشن بيست مش ريبريزنتيف يعني في لاك اوف ريبريزنتيفنس بهذا النوع مش زي البوبوليشن مفيد بالحالات الكومن كونديشن زي الانفلونزا والالتهابات التنفسية شوفوا وين where complete case counting is not important إنه أنا ما بهمني أعد حالة حالة أو أعرف كل شخص شو وضعه تمام هون أنا بستخدم sentinel surveillance بحالات الأمراض الكومن ما بهمني أنا كل كيس أشيله فأنا أجاني ناس على هدول المستشفيات أنا عرفت عملت لهم فحوصات وعملت لهم PCR وعرفت أخد إنه نسبة الإصابة عندي تمام؟ وقمت عممت إنه المملكة كلها عندي منها نسبة الإصابة الأقل. فإيش نحكي؟ بيحكوا لنا هون selected physicians أو all facilities involved يعني أنا أخذت مثلاً مستشفيات معينة specified diseases reported مثلاً بلغت عن حالات الإنفلونزا high quality data لأنه أنا كل شخص إجاني عملت له فحوصات وعملت له PCR وعملت له كل إشي ما حكيت يعني إنه من عنده والله هذا مصاب لا انا عملت له فحوصات ويوسفول زي ما حكينا فور كومن كونديشنز بابليك ريفلكشن از تيكن ان ريسبونس تو انديفيدجوال ريبورت از نوت تيكن شو يعني اخر وحده بابليك هيلث اكشن از نوت تيكن ان ريسبونس تو انديفيدجوال ريبورتد كيسز يعني شخص واحد بالضبط
انا عممت النتائج، عملت جنراليزيشن، وهاي النتائج معناته انا عندي المملكه كلها خلال نسبه الاصابه فيها، تمام. والاكشن تاعي ما اعتمد على فرد واحد، مش على كل فرد، فهذا بيفرق بينه وبين البوبيليشن بيست، تمام. اخر نوع عندنا السندروم سيرفيلانس. شو يعني سندروم؟ سندروم متلازم، يعني ايش؟ يعني مجموعه اعراض، صح؟ مجموعه اعراض. هلا انا هون بيهمني بالسيرفيلانس اني انا ما اخذ مرض معين، مثلا كيف يعني؟ هاي مثال الدايريا، انا بعمل رصد على الدايريا بغض النظر شو السبب، تمام. انا عندي نظام معين، هو اكثر شيء الدايريا عندنا والسكشوال ترانسميتد انفكشنز، يعني انا مثلا بعمل رصد عندنا على التقرحات التناسليه والشغلات هذه، بغض النظر هو كلاميديا، هو غونوريا، هو فاجينوسيس، تمام. ما بهمني، انا بهمني انه كسندروم هذا يخص مثلا السكشوال ترانسميتد انفكشنز. نفس الشيء الدايريا، بغض النظر هو جاسترو انتيرايتس، هو جاي من upper respiratory tract infection، هو جاي مش عارف من شو، بغض النظر شو سببه، انا عم بعمل رصد على حالات او تسممات food poisoning، بغض النظر، بس انا عم بعمل لهذا السندروم كمجموعه اعراض بغض النظر شو السبب، تمام. هذا السندروم سيرفيلانس. فاذا بدنا نحكي انه بشكل عام الباسف انا بستنى التقارير تجيني وبنعمله لا، خلينا نحكي الاشياء المش مهمه زي ما بنعملها بالاكتف الاقل اهميه، تمام. الاكتف شيء كثير مهم وخطير على المجتمع وعلى العالم كلياته، بدي اضطر اعمل له اكتف. السندرومك هون لا، انا بختصر الامراض بغض النظر شو هي، باخذ عن مجموعه اعراض معينه بعملها سيرفيلانس. والسنتينل اللي هو ما بزبط انا اخذ كل البوبيليشن، بقوم انا بعمل من مراكز معينه او فاسيلتيز معينه وبعممها على كل البوبيليشن، وهيك نحن بنكون خلصنا، تمام.